السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في تصحيح تمارين الصفحة رقم 55 من كتاب المنير في العلوم الفيزيائية. نبدأ بتمارين التقويم الذاتي. أنقل وأنجز في دفتري، أجب بصحيح أو خطأ. يقاس بي اش محلول بواسطة أمبيرمتر. خطأ. لماذا؟ لأن بي اش المحلول يقاس إما بواسطة الورق بي اش أو بواسطة بي اش متر، إذا ليس بواسطة الأمبيرمتر. خطأ. بي اش هو عدد ليست له وحدة. نعم، إذا بي اش هو محصور ما بين 0 و 14 وليس له وحدة. إذا فاش كيكون عندنا بي اش محلول كيكون يساوي مثلا 2 ولا 3 ولا 5 ولكن بدون وحدة. الأيون المسؤول عن الميزة الحمضية هو اش زائد. نعم، إذا في المحاليل الحمضية يكون لدينا عدد كبير من الأيونات ديال اش زائد. صحيح. الأيون المسؤول عن الميزة القاعدية هو اش ناقص، كذلك صحيح، لأن المحاليل القاعدية يكون فيها نسبة كبيرة من الأيونات ديال اش ناقص. صحيح. السؤال الثاني، أصل بسهم عناصر المجموعة A بما يناسبها من المجموعة B. إن المجموعة A فيها بعض المحاليل ومجموعة B فيها بي اش ديال هذه المحاليل. الماء المقطر كنعرفوا بأن الماء المقطر هو محايد وبالتالي بي اش ديالو تساوي 7، إذا ألف مع 3 اللي هي 7. محلول الصودا مخفف. محلول الصودا هو محلول قاعدي، وفاش كيكون محلول قاعدي مخفف يكون قريبا من 7، هو لا يساوي 7 لكن هو قريب من 7، إذا محلول الصودا المخفف يساوي 8. محلول حمض الكلوريدريك، إذا البي اش هما هادو فقط أرقام ديال السؤال 1 و 2 و 3 و 4 ديال الأجوبة، لكن البي اش يساوي 5 يساوي 12 يساوي 7 يساوي 8. محلول حمض الكلوريدريك هو محلول حمضي وبالتالي هو أقل من 7، إذا بي اش ديالو أقل من 7 هو هذا. محلول الصودا مركز، عندما يكون محلول قاعدي مركز يكون بي اش ديالو يقارب 14، إذا هو هذا رقم 2 اللي هو 12 بي اش. ثالثا، أختار الجواب الصحيح. عند تخفيف محلول الحمضي هل تنخفض قيمة بي اش؟ يصبح المحلول أكثر حمضية، يصبح أقل حمضية، أو يصبح قاعدي؟ عند تخفيف محلول حمضي بطبيعة الحال كيف ما شفنا في الدرس أن بي اش ديال المحاليل كتكون ما بين 0 و 14، ما بين 0 و 7 هي المحاليل الحمضية. فاش كنقوموا بتخفيف محلول حمضي فإن بي اش ديالو يقارب 7، إذا شنو كيوقع للمحلول ديال الحمضي؟ بي اش ديالو تزداد، إذا كيكون قريب للصفر وكيبقى يزداد حتى كيقرب إلى 7. هو لا يصل إلى 7 ولا يتعدى 7، وإنما يبقى دائما أصغر من 7 وإنما يقترب إليها. إذا شو كيوقع لها؟ تزداد. إذا قيمة بي اش ديال المحلول تزداد ولا تنخفض. إذا تنخفض لا. يصبح المحلول أكثر حمضية، طبيعة الحال بما أننا كنديرو له التخفيف إذا كيولي أقل حمضية، كينقص الحمضية ديالو، إذا ما كيبقاش أكثر حمضية وإنما يصبح أقل حمضية. هذا هو الجواب الصحيح. يصبح المحلول قاعديا لا، اذا واخا نخفوا المحلول القاعدي الحمضي بشحال ما بغينا ديال الماء الخالص لكن دائما يبقى حمضيا، لا يصبح قاعديا ابدا. رابعا، املأ الفراغات التي يرمز لها على التوالي بالحروف بما يناسب من الكلمات التاليه: اصغر، اكبر، تساوي. بي اش محلول محايد، اذا المحلول المحايد بي اش ديالو يساوي 7، يساوي ولا تساوي 7. بي اش محلول حمضي، محلول حمضي دائما بي اش ديالو كيكون اصغر من 7، أصغر من 7. بي اش محلول قاعدي كيكون أكبر من 7. ثم بي اش ماء جافيل، ماء جافيل هو محلول قاعدي وبالتالي بي اش ديالو يكون أكبر كذلك من 7. يعني أننا في ألف غادي نوضعو رقم 3، في باء غادي نوضعو رقم 1، جيم نوضعو رقم 2، وكذلك جيم نوضعو رقم 2. خامسا، اختار الكلمة الملائمة. عند تخفيف محلول حمضي هل تزداد ام تنقص قيمة بي اش؟ اذا كيف ما قلنا ان عندما نخفف محلول حمضي تزداد قيمة بي اش، اذا كيقرب لسبعة يعني انها تزداد. دائما في نسبة التخفيف نديروا في بالكم انه بالتخفيف يقترب بي اش من 7، اذا فاش كيكون عندنا محلول حمضي باش يقرب من 7 خصو يتزاد، فاش كيكون محلول قاعدي كيكون كبر من 7 باش يقرب ل 7 خصو ينقص. اذا عند تخفيف محلول حمضي تزداد قيمه بي اش، وعند تخفيف محلول قاعدي تنقص قيمه بي اش لانها خصها تقرب ل 7. بي اش حمض الكلوريدريك هل هو اصغر ام اكبر من 7؟ اذا هو حمضي يعني انه اصغر من 7. بي اش محلول الصودا، محلول الصودا هو قاعدي وبالتالي بي اش ديالو هي اكبر من 7.
تمارين تقوية. التمرين الأول ورق pH، يبين الشكل التالي علبة ورق pH، إذن هي هذه، وتبدو عليها قيم pH والألوان المقابلة لكل قيمة. نضع على التوالي قطرة من كل محلول من المحاليل التالية على ورق pH. إذن كناخذ قطعة من ورق pH، وعلى كل قطعة نضع قطرات من هذه المحاليل: عصير الليمون، الخل، عصير الطماطم، الحليب، محلول ملح الطعام، ماء جافيل وماء الجير. ثم نراقب الألوان المحصلة عليها عندما نضع هذه القطرات. يتخذ ورق pH الألوان التالية في كل منها. إذا بالنسبة لرقم 1 يأخذ أحمر فاتح، رقم 2 برتقالي، وهكذا. وكل لون يقابله رقم ديال pH بالنسبة للعلبة ديال هذا الورق. ألف اعطي قيمة pH لكل محلول. إذا بالنسبة لهذا المحاليل غادي نشوفوا اللون ونعطيو القيمة، يعني شحال هو الرقم. إذا أحمر فاتح، إذا شفنا هنايا أحمر فاتح يقابله رقم 2، إذا هنا كاينة 2. برتقالي، فين هو برتقالي؟ هو رقم 3. أصفر، إذا شنو كنلاحظو؟ أن أصفر كاين في رقم 4 و5، نعطيوه مثلا رقم 4، حتى إلا كتب لها 5 راه صحيح. أصفر مخضر، فين كاين أصفر مخضر؟ هو هنا، يعني رقم 6. ثم رمادي، إذا لم شفناش رمادي يعني أنه 7. بنفسجي فاتح على العلبة، بنفسجي فاتح هو رقم 8. بنفسجي قاتم هو رقم 10. إذا نحن أعطينا رقم يعني ديال pH بالنسبة لكل محلول. تبقى لسلم pH صنف المحاليل السابقة. ما معنى صنف المحاليل؟ يعني أن نقوله شيء حمضية أو قاعدية أو محايدة. طبيعة الحال اللي كيكون أصغر من 7 هي محاليل حمضية، أكبر من 7 هي محاليل قاعدية، يساوي 7 هو محاليل اللي هي محايدة. أحمر فاتح عنده pH يساوي 2، إذا هو محلول حمضي، إذا هذا حمضي. برتقالي بما أنه يعني أصغر من 7 يعني رقم عنده 3 في pH، إذا هو حمضي. pH ديال رقم 3 المحلول الثالث هو كذلك حمضي. المحلول الرابع عنده pH يساوي 6، إذا هو حمضي. المحلول الخامس عنده pH يساوي 7، إذا هو محايد. محلول 6 عنده pH يساوي 8، يعني أنه محلول قاعدي. و pH ديال المحلول 7 يساوي 10، إذا حتى هو قاعدي لأنه أكثر من 7. رتب المحاليل الحمضية حسب تزايد الحمضية والمحاليل القاعدية حسب تزايد القاعدية. ما معنى حسب تزايد الحمضية؟ يعني غادي نديروه من أقل حمضية لأكثر حمضية، حسب تزايد الحمضية، من الحمضي أقل الحمضي أكثر. إذا كلما كان الحمض قريبا من 7 كلما كيكون أقل، وبالتالي تزايد الحمضية غادي يكون هكا، هذا هو تزايد الحمضية. علاش أنا درت هاد السهم؟ يعني أن مثلا إذا كان لدينا محلول عنده 6 ومحلول عنده 5 ومحلول عنده 4 بالنسبة للبي اش، إذا كلما نقصت بي اش كلما تزايدت الحمضية. إذا شكون هو اللي يكون أقل حمضية؟ هو اللي عنده 6، اللي موراه هو 5، واللي موراه هو 4. إذا هذه هي تزايد الحمضية. تزايد القاعدية يعني من 7 حتى ل 14، كلما ازدادت بي اش كتزاد القاعدية. إذا هنا غادي نديرو تزايد الحمضية. إذا المحاليل الحمضية هادو هما المحاليل الحمضية 1 و2 و3 و4، 1 و2 و3 و4. شكون هو اللي عنده أقل حمضية؟ هو اللي قريب ل 7، هو اللي عنده 6، ثم موراه اللي عنده 4، ثم اللي عنده 3، ثم اللي عنده 2. إذا كلما قربنا الصفر كلما كانت أكثر حمضية. إذا هو الحليب اللي عنده 6 هو رقم 4 يعني حليب، اللي عنده 4 حمضي هو عصير الطماطم، اللي عنده 3 هو الخل، ثم اللي عنده 1 هو عصير الليمون. إذا حسب تزايد الحمضية، أول واحد هو الحليب، إذا حليب، ثم مورا عصير طماطم، ثم اللي كاين مورا هو الخل، ثم بعد ذلك كاين عصير الليمون. إذا هادو حسب من أقل حمضية لأكثر حمضية. حسب تزايد القاعدية، إذا كيف ما قلنا حسب تزايد القاعدية كنبداو من 7 حتى ل 14، إذا هكا كتزايد القاعدية. إذا شكون هو اللي عنده أقل يعني عدد؟ هو رقم 6 اللي هو ماء جافيل، ثم بعد ذلك يأتي ماء الجير. إذا ماء جافيل ثم ماء الجير. إذا كان عدد الصحاح ديال 8 صفحة 55. من بعد نشوفوا باقي التمارين إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.